مباشرة إلى القدس مع الزميلة هناء محاميد، ويبدو هناك تطورات بعد هذه الاقتحامات والمضايقات والإجراءات الإسرائيلية. إليك هناء، تفضلي. محمد، نعم محمد، يعني اعتداءات قوات الاحتلال تتواصل على الفلسطينيين في محيط المسجد الأقصى المبارك، وليس فقط داخل المسجد الأقصى المبارك. يعني في هذه اللحظات الأخيرة قامت قوة عسكرية تابعة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي بإخراج كل الأهالي المتواجدين وأيضا الصحفيين عند باب السلسلة، وتم يعني إخراجنا تماما كما تشاهد. يعني هي عملية وكأنه عملية كنس تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين من منطقة باب السلسلة، ونحن الآن يعني يقومون بإبعادنا الصحفيين وأيضا الفلسطينيين من هذه المنطقة، يخرجوننا عمليا من محيط منطقة باب السلسلة وكذلك من منطقة القطانين. يعني يقومون بإخراج مجموعة من الفلسطينيين من المرابطين الذين أصلا منعوا من دخول المسجد الأقصى، وأيضا الصحفيين من داخل البلدة القديمة. يعني نستمع إلى أحد المرابطين. عمي شو اللي صار معك؟ مطاردين من باب السلسلة، بعد باب السلسلة مش عارفين لوين بدهم يوصلوا، مش عارفين يدبروا حالهم. اتلبكوا، اتلبك الضابط وعم بيعطي أوامر مش مزبوطة، وإن شاء الله الضابط هذا بده يطير مثل ما طارت كل بالروح، كله طاير. نفديك يا طبعا. يعني محمد، في هذه الأثناء أيضا يقومون بدفع الصحفيين خلال تغطية يعني الأحداث وخلال قيامنا بعملنا. نستمع أيضا إلى أحد المواطنين الفلسطينيين. بالدم، نفديك يا أقصى. بالروح، بالدم. أخ أبو نبيل، يا أقصى، شو اللي صار معك؟ نحن بمنعونا من دخول المسجد الأقصى وبيقمعونا زي ما أنت شايفة، بس إحنا رح نضلنا شوك بحلقهم، ورح نجي على مدينة القدس ورح نرابط في المسجد الأقصى ورح ندافع بأرواحنا. لماذا؟ لماذا يقومون بمنعنا؟ عشان يخلوا لساحات المسجد الأقصى، قطعان المستوطنين يقتحموا ساحات المسجد الأقصى. ونحن رح نضلنا رواد للمسجد ورح نضلنا مرابطين إن شاء الله. بالروح. نفدي الأقصى بكل ما نملك، نفديه بكل ما نملك، بأرواحنا، بدمائنا، بأموالنا، بأولادنا، بكل شيء. نفدي الأقصى. يا عملاء الاستعمار، كل الخزي وكل العار، لا عملاء الاستعمار، لا عملاء الاستعمار، كل الخزي وكل العار، كل الخزي وكل العار. إذا محمد، تسمع يعني هذه الهتافات من قبل المرابطين، وهذه يعني العملية العنيفة بدفع المرابطين الفلسطينيين ومعهم الصحفيين. اعتداءات متواصلة، عمليات دفع وضرب للصحفيين والمرابطين من دون أي سبب. يعني نحن تواجدنا عند باب السلسلة من أجل تغطية اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بإخراج جميع من تواجد هناك من صحفيين وأيضا مرابطين. طبعا اقتحامات المستوطنين محمد للتذكير اليوم تجري ضمن احتفالاتهم بما يسمى برأس السنة العبرية، وكان هنالك تهديدات أيضا بالنفخ في البوق في داخل باحات المسجد الأقصى من قبل المستوطنين الإسرائيليين. عمليات النفخ في البوق محمد هي إحدى التقاليد والشعائر الدينية لهذا العيد، عيد رأس السنة، وبالتالي يرى به الفلسطينيون أيضا استفزازا مضاعفا للمسجد الأقصى وأيضا لمشاعرهم الدينية. فعلا هناء، وهناك إجراءات من قبل قوات الاحتلال قد اتخذت، خصوصا هي تمنع من لا تتجاوز أعمارهم الأربعين عاما من الرجال من الدخول إلى المسجد الأقصى. طبعا يأتي ذلك متزامنا مع فترة الأعياد التي تترافق مع رأس السنة العبرية. ونحن نتابع الآن مباشرة مع مراسلة الميادين في القدس المحتلة هناء محاميد، كيف تقوم قوات الاحتلال بإخراج الجميع
كبارا وصغارا وأيضا صحافيين من باب السلسلة ودفعهم بهذا الاتجاه. هنا، هل عملية قوات الاحتلال هذه بإخراجكم جميعا من باب السلسلة كما نتابع، ويعني قد دفعت الكثير حتى يعني استخدمت نوع من العنف تمهيدا لدخول مستوطنين إلى المسجد الأقصى؟ عملية دخول المستوطنين إلى المسجد الأقصى كانت قد بدأت منذ الساعة 7 صباحا. أكثر من 100 مستوطن حتى هذه الساعة قد اقتحموا المسجد الأقصى. هذا مثلا حاجز محمد، هذا حاجز تشاهد محمد، هذا حاجز عند باب المجلس وهو أحد أبواب المسجد الأقصى. أيضا هذا الحاجز مغلق أمام المستوطنين الفلسطينيين. تلاحظ يعني أعداد كبيرة من الشرطة الإسرائيلية. يعني أنا لا أفهم لماذا يقومون بإخراجنا من داخل البلدة القديمة عمليا. هذا ما يجري الآن، إخراج هذه المجموعة التي تواجدت عند باب السلسلة من صحفيين كنا نقوم بتغطية الحدث، وأيضا لولد حوف. لولد حوف أقول لهم بأنني أنا صحفية ومع ذلك تقوم بدفعي بشكل عنيف وفظ. إذن محمد كما تشاهد يعني يقومون بإخراج هذه المجموعة تماما من داخل البلدة القديمة. نحن نتواجد الآن في طريق الواد. هنا يبدو هناك مشكلة في الصوت وحتى الصورة، الآن عادت الصورة. ابقي معنا، سنتابع معك هذه الصور مباشرة وتطلعينا بالتأكيد على كل جديد. نرحب الآن بعضو هيئة العمل الأهلي والوطني معنا من داخل القدس السيد أحمد الصفدي. مرحبا بك معنا سيد أحمد، كيف تعلق على هذه الإجراءات من قبل قوات الاحتلال المتبعة في عموم المسجد الأقصى وتحديدا الآن في باب السلسلة؟ يعني نشاهد قوات الاحتلال وهي تقوم بدفع المواطنين والصحفيين على حد سواء بشكل عنيف إلى الخارج. أخي الكريم، يعني قوات الاحتلال فعلا مسعورة، هي خارج أبواب المسجد الأقصى المبارك تدفع بالصحفيين والمواطنين، ولكن أيضا هي مسعورة داخل المسجد الأقصى، فقد اعتدعت أيضا على المصلين والمرابطين المتواجدين في باحات المسجد الأقصى، وحاصرت المصلين داخل المسجد القبلي واعتقلت أحد الشبان. الاحتلال يمارس عملية ترويع وتخويف حتى يدفع بالفلسطينيين خارج حدود المسجد الأقصى المبارك، ويعزز بقوات معززة من قوات الاحتلال. وأنت ترى وأنتم ترون كيف أن المرابطات يرفعون القرآن الكريم، سالمات آمنات متواجدات، فقط يريدون بالكلمة أن يدافعوا عن وجودهم وعن أصالة المكان ألا وهو المسجد الأقصى المبارك. ولكن كل قوات الاحتلال متواجدة بشكل كثيف، مخابرات الاحتلال وشرطة الاحتلال وأجهزته الأمنية حتى تحاصر المرابطين يا أخي الكريم والمصلي كما تشاهد. فهذا هو حال ووضع المسجد الأقصى المبارك الأسير في ظل ما يسمى حمى الأعياد اليهودية والعبرية، وفي ظل حمى الانتخابات التي يريد منها إرضاء المتطرفين الصهاينة من خلال الاقتحامات وإتاحة الحيز بالقوة للمستوطنين مقابل محاصرة المقدسيين والفلسطينيين الآمنين في المسجد الأقصى المبارك. هذا هو حال الوضع في المسجد الأقصى، ويعكس ذلك على باب السلسلة وعلى البوابات خارج المسجد الأقصى ليعتدوا على كل من يريد أن يعزز وجوده في المسجد الأقصى المبارك. طيب سيد أحمد، يعني حدثنا أكثر حول الاقتحامات، اقتحامات المستوطنين التي هي بدأت فعليا منذ الساعة 7 صباحا، وربما هناك مجموعات تأتي يعني مرارا إلى المسجد الأقصى وتقوم بجولات استفزازية. ما طبيعة الطقوس التي تؤدى؟ أخي الكريم، يعني أكثر من 3 مجموعات من صباح اليوم اقتحمت المسجد الأقصى معززة بقوات الشرطة الخاصة وقوات الاحتلال ومخابرات الاحتلال، يعتدون في ذات الوقت على المصلين ويبعدونهم عن المصاطم حتى لا يهتفوا هتافا آمنا بأنهم يرفضوا هذه الاقتحامات، وأن هذه الاقتحامات تحت سيطرة العسكر والقوة وليست اقتحامات عادية أو زيارات عادية كما يدعون قوات الاحتلال. ولكن
كل الممارسات الاستفزازية تقوم بها مجموعات المستوطنين تتركز قرب باب الرحمة، وممنوع المقدسيين أن يرافقوا، حتى الحراس يبعدونهم عن مرافقة المستوطنين حتى يتيحوا الاقتحامات وما يسمى السجود الملحمي والصلوات التلمودية والتوراتية. يريدون لا سمح الله ممارسة التقسيم الزماني والمكاني، ويتركوا حيز ومكان واسع لهم باب الرحمة والصراع على باب الرحمة وعلى المسجد الأقصى طبعا بطبيعة الحال. وأنتم رأيتم يوم الجمعة كيف نفخوا بالبوق أمام باب الرحمة وفي خارجه من جهة المقبرة. إذن هنالك صراع على باب الرحمة، لأن المسلمين انتصروا في معركة باب الرحمة كما انتصروا في البوابات الإلكترونية. الاحتلال يريد أن يبدل الصورة والمشهد ولو بالقوة وبقوة السلاح وبتواجد قوات الاحتلال. هذا ما سنسألك عنه بعد قليل، لكن اسمح لنا الآن بالعودة إلى الزميلة هناء محاميد. هناء، أين وصلتم؟ إلى أين دفعت قوات الاحتلال الفلسطينيين والصحفيين على حد سواء؟ وما هي كانت الخطة لديها؟ الخطة كانت عمليا طرد الصحفيين، وعدد قليل جدا كانوا يتواجدون من المرابطين عند باب السلسلة، ووصولا حتى هذا المفرق، يعني هذا يسمى مفرق الهوسبيس، هو مفرق طرق يصل طريق المجاهدين وطريق الآلام مع درب مع طريق الواد. طبعا هناك عدد عناصر الاحتلال ايضا في هذه في هذا المفترق، وهذا مفترق طرق رئيسي داخل البلدة القديمة الذي يصل إلى المسجد الأقصى المبارك. عملية الطرد محمد كانت فقط بهدف التنكيل والترهيب وإفراغ المنطقة من الصحفيين كما يبدو، يعني هذا هو الهدف الأساسي، لأنه نتحدث عن عدد قليل، يعني إن كان من الصحفيين كنا 3 طواقم ربما أو 4 طواقم صحفية فقط، وعدد من المرابطين الفلسطينيين. طبعا انتشار مكثف لقوات الاحتلال في كل أنحاء البلدة القديمة عند باب العمود أيضا منذ ساعات الصباح محمد. كانت قوات الاحتلال تمنع الشبان الفلسطينيين يعني من دخول المسجد الأقصى، وحتى هذه الساعات تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وشرطة الاحتلال منع الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى بشكل حر. ونتابع هذه الصور معك مباشرة. هناء، نعود لك سيد أحمد الصفدي، ما كانت تتحدث به الزميلة هناء قبل لحظات وما تطرقت أنت أيضا إليه، وتابعنا مباشرة هذه الإجراءات من قبل قوات الاحتلال، طرد الفلسطينيين بهذا الشكل وحتى الصحفيين وطرد المرابطين ومحاصرتهم بالشكل الذي نقلته، لماذا؟ إلى ماذا تنوي قوات الاحتلال من خلال هذه الإجراءات المشددة جدا؟ أخي الكريم، يعني مقارنة بمسيرة الإعلام وما يسمى ذكرى خراب الهيكل الذي سيكون خرابا على رؤوسهم، كانت شدة التوتر والاعتداء على الصحفيين موجودة ولكن ليس بهذه الوتيرة. وواضح أنهم يعتدون على المرابطين خارج أبواب باب السلسلة والمحيطين في المسجد الأقصى المبارك حتى يدفعوا بالناس ويغتالوا الصورة الصحفية، تؤذيهم الصورة الصحفية، والحقيقة هم لا يريدوا أن يبثوا أو ينقلوا إلا الصورة المزيفة، صورة الاحتلال، وصورة الاحتلال الذي يروج بأن هي زيارات للمسجد الأقصى وهم وفود كأنهم وفود أجنبية، ولكن بواقع الحال هي اقتحامات تحت العسكرة وقوة السلاح. وهذا الاعتداء على الصحفيين خارج حدود المسجد الأقصى أيضا ليمنعوا نقل الصورة سواء من قناتكم المحترمة أو غيرها من القنوات حتى يؤذوا الصورة وتصبح الصورة فقط إسرائيلية. إذا الاحتلال ليس فقط يحاصر المرابطين بل يحاصر الصحفيين ويحاصر الصورة الصحفية، هذا ما يمارسه الاحتلال، وهذا تصعيد أكبر، وهذا يبيت لإشي أخطر للمسجد الأقصى المبارك ولمدينة القدس، وهذا يمكن أن يرشح توتر أكثر اليوم وأيضا يوم غد، وأيضا يحيك المكائد المسجد الأقصى في ظل أعياد بشهر 10، فالأمر خطير جدا على المسجد الأقصى، يجب علينا أن نتنبه وأن يكون هنالك مرابطين مقدسيين متواجدين بشكل دائم رغم كل الانتهاكات المركبة التي يقوم بها الاحتلال من منع المقدسيين من الوصول إلى المسجد الأقصى وبسحب الهويات وبالاعتقالات الإدارية وبالإبعادات لمدة تطول أكثر من 6 شهور، ولكن دائما نعود إلى الدرس الأساسي في أن المعركة بشرية بامتياز
وأن الوحدة الوطنية هي العنوان التي تحطمت عليها إرادة الاحتلال أمام البوابات الإلكترونية عام 2017. أخي الكريم، تطرقت سيدي إلى يعني المرابطين وخطورة الموقف، هل هناك مرابطين داخل مصليات المسجد الأقصى وما هي أوضاعهم؟ نعم أخي الكريم، في داخل المسجد الأقصى يوجد حصار للمرابطين في المسجد القبلي، وخاصة الشباب الأعمار الشبابية محاصرين في المسجد القبلي كما هو العادة، يحاصرونهم حتى وأنت تسمع الآن أصوات المفرقعات وأصوات الصوت التي يعتدوا بها على المرابطين. فضلا عن ذلك يحاصروا أخواتنا، الآن أنقل لك صورة كيف أن المسلمات والمرابطات آمنات يصلين ويرفعن المصحف الكريم، يحاصرهم الاحتلال بقوات الاحتلال، يعني حتى المسنين كبار السن لاحظ يعني قديش من قوات الآن في ظل وجود. للأسف فقدنا الصورة، نعود لك هنا، كنا نتابع قبل يعني أن نفقد الصورة بلحظات عملية ضرب للمفرقعات أو قنابل مسيلة للدموع في المسجد الأقصى ومحاولة محاصرة للمرابطين. فقط يعني انقل لنا ما يقوله المستوطنون أو الجماعات الاستيطانية والدعوات لجولات استفزازية جديدة، وخصوصا قضية النفخ في البوق. نعم محمد، يعني بداية فقط عفوا منك دعني أوضح المسافة التي تم طرد الصحفيين منها، يعني نحن تم طردنا تقريبا من باب السلسلة حتى مفرق الهوسبيس ما يسمى حوالي 500 متر تقريبا أو ربما أكثر، وهذه منطقة يعني هذه مسافة طويلة نظرا إلى أننا نتحدث عن البلدة القديمة وأزقة البلدة القديمة التي لا تتعدى مساحتها 1 كيلومتر مربع فعليا القدس العتيقة، هذه هي مساحتها بالكامل. محمد، هذه الاقتحامات هي اقتحامات مدروسة وممنهجة من قبل الجماعات الاستيطانية، وتحظى بدعم حكومي وأمني عسكري إسرائيلي كبيرين، هذا بخلاف ربما السنوات البعيدة الماضية، ولكن هذه الاقتحامات بدأت وتيرتها ترتفع عام بعد آخر، وخصوصا في الأعوام العشرة الأخيرة لا سيما بعد الانتفاضة الثانية واقتحام رئيس المعارضة أرييل شارون آنذاك للمسجد الأقصى التي خلفت مجزرة داخل المسجد الأقصى، وأيضا انتفاضة فلسطينية يعني شاملة وكاملة شملت كل الأراضي الفلسطينية المحتلة. بالتالي اليوم نتحدث عن تصعيد إسرائيلي ممنهج، أعداد المستوطنين في تزايد مستمر بحسب آخر المعطيات الاستيطانية، تم مضاعفة هذا العام حتى هذا الشهر مضاعفة عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى مقارنة بالعام الماضي، في العام الماضي لم يتجاوز العدد بحسب المعطيات الإسرائيلية الاستيطانية 24 ألف مستوطن خلال العام، وهذا عدد كبير، وهذا العام نتحدث عن مضاعفة فيما يسمى ذكرى خراب الهيكل قبل حوالي شهر. محمد، فقط للتذكير اقتحم خلال يوم واحد 2200 مستوطن المسجد الأقصى المبارك. نعم هنا نعود لك سيد أحمد الصفدي، ونحن نتابع هذه الصور مباشرة من داخل المسجد الأقصى. كنت تتحدث حول اعتداءات قوات الاحتلال على المصلين والمصليات المرابطون في المسجد الأقصى، وعليكم أيضا الآن يعتدون علينا وعلى الصحفيين، لا يريدوا لنا أن ننقل صورة كما هو الحال في باب السلسلة وفي أمام البوابات، هم يعتدون علينا ويحاولوا أن يروعونا ويخوفونا في اغتيال الصورة، ولكن الصورة أقوى منهم والحقيقة أقوى من كل تضليلاتهم، فهم كما ذكرت الزميلة محميد حناء محميد بأنهم يعتدون وبالقوة ويقتحمون بقوة السلاح، وها هو السلاح، شاهدتم كيف يوجهون أسلحتهم على المسجد القبلي والآن يوجهون هرواتهم علينا وعلى المرابطات. تخيلوا وانظر كيف أن المرابطات محاصرات الآن، آمنات محاصرات، فقط يقرؤون يعني القرآن الكريم ويصلين فقط، لا يمارسون أي ممارسة، ولكن الاحتلال يحاصرهم بكل هذه القوات المعززة والمدججة بالأسلحة. الآن القوات مسعورة، تستطيع أن تقول مسعورة، سواء خارج حدود المسجد الأقصى
وسواء داخلية، فهم يريدوا أن يردوا اليمين المتطرف ويردوا هذه الحكومة الهشة الضعيفة التي تريد أن تثبت نفسها في السلطة على حساب الدم الفلسطيني. فمن فتح شلال الدم الفلسطيني في قطاع غزة لا يأبه بإشعال ساحة المسجد الأقصى المبارك ولو على حساب الفلسطينيين، فهم يريدوا أن يؤمنوا أصواتا انتخابية على حساب دمنا الفلسطيني. للأسف هذه الحكومة غير لا تدرس خطواتها وتستغل كل طاقات ما يسمى القانون والمحاكم وما يسمى بكنيسة الاحتلال. سأسألك أيضا عن دعوة الداخلية، داخلية الاحتلال إلى المستوطنين لحمل أسلحتهم أثناء تأديتهم الطقوس وخصوصا الدخول إلى المسجد الأقصى، ونتابع هذه الصيحات مباشرة. أخي الكريم، حمل الأسلحة هذا يعني لا، لم نشاهد لغاية الآن أن القرار هذا نفذ، ولكن دخلوا يعني ليس اليوم، بالبوق يوم الجمعة أنت تعلم. نعم. ولكن هذا يؤشر إلى مخاطر وتثبيت أمر واقع مختلف. يعني في مسيرة الإعلام حاولوا رفع العلم الإسرائيلي داخل المسجد الأقصى، ولكن تصدى المرابطين لهم واعتدوا علينا بالضرب، ولكن يريد أن يثبت واقعا جديدا. والآن شرعنة النفخ بالبوق أمر خطير جدا، والصلوات التلمودية والانبطاح الملحمي وغيره من الممارسات أمر خطير جدا يمارس الاحتلال. طيب أين هذه الهتافات التي نستمع الآن إليها، أين هي؟ وأيضا كنا قد استمعنا إلى استخدام مفرقعات أو قنابل مسيلة للدموع في باحات الأقصى، هل هذا صحيح؟ الهتافات أخي الكريم هي المرابطات، صحيح المرابطات في المسجد الأقصى كما تشاهد. لا أستطيع أقترب أكثر لأن منعوني، ولكن المرابطات محاصرات، يصلينا ويهتفنا في كل مجموعة. الآن لماذا يهتفنا؟ أنا أوضح لك الصورة. أن مجموعة جديدة من المقتحمين، ابقى معي وشاهد المشهد. مجموعة أخرى من المقتحمين، الكل يهتف، شبابا وفتيات، مرابطين ومرابطات، حتى يرسل رسالة بأن هذه الاقتحامات مرفوضة، هي عنوة، وهي عنوة على المسجد الأقصى، وهي تستهدف المسجد الأقصى المبارك. إذن هذه مجموعة من المستوطنين تدخل الآن بحماية شرطة الاحتلال إلى المسجد الأقصى. يعني نذهب لأكثر من ذلك، حاول أن يدخلوا في الأسبوع الماضي الخمور إلى المسجد الأقصى، ولكن لولا يقظة حراس المسجد الأقصى المبارك الرأس الحربة في دفاع المسجد الذين منعوا دخول الخمور. يعني تخيل درجة الاستفزاز العالية، الاستفزاز المسلمين بتدخيل أمور محرمة على المسجد وعلى الدين الإسلامي. إذن هاي استفزاز عالي. أنت تلاحظ الآن كل هذه الاستفزازات بظل وجيه بنادقهم، وأنت سألتني الآن هم يوجهوا بنادقهم ومفرقعاتهم والقنابل الصوتية اتجاه المسجد القبلي أخي الكريم حتى يروحوا المصلين، ولكن هيهات من أبناء القدس ذلك. فالشباب القدس مجربين في كل المعارك الذين يدافعوا بصورهم العارية عن المسجد الأقصى المبارك، ويوصلوا رسالة واضحة بأننا كمقدسيين لا يمكن أن نتلقى الصفعات والضربات وأن نقف مكتوفي الأيدي. هذه رسالة المقدسيين رغم كل الحصار ورغم كل الانتهاكات المرقبة التي يمارسها الاحتلال. سيد أحمد الصفدي، نستذكر معك بعض المعلومات بخصوص الجولات الاستفزازية التي بدأت منذ صباح اليوم. هناك اقتحامات متتالية من قبل المستوطنين، هناك استفزازات، وأيضا هناك إجراءات قمعية من قبل قوات الاحتلال كما نتابع الآن. اعتقالات للشباب، لاحظ هناك اعتقال يبدو لأحد الشباب من المرابطين في المسجد الأقصى. ينتقل انتقاء الشباب بأم أعينهم ويعتقلونهم، يحاولوا أن يفتتوا رباط المرابطين، ويعني أنهم مجموعة في دافع، ويحاول الاعتداء على المقدسيين، ويبعدوا شبابا تباعا. الآن يعتدوا على شخص آخر هنا، لاحظ كيف شاب يعني في الأربعينات في الخمسينات بيعتدوا عليه أيضا. لا يأبه للعمر، لا يأبه للسن، لا يأبه نساء أو شباب، يعتدوا على جميع المسنين، كبار السن يعتدوا على الجميع. هذا حال الاحتلال الذي يستخدم الترويع والتخويف. لماذا اعتقلت قوات الاحتلال هذا الشاب وهذه الاعتداءات التي تقوم بها على المرابطين؟ ما هو السبب؟ جالس آمن، أنا شاهدته. نعم، ونحن أيضا شاهدناه كان جالسا.
مجموعه المرابطين يعتدوا على هذا الشاب، على غيره من الشباب، فقط جالس امن مثله مثل غيره، يعني انتقائيه، معلومات استخباراتيه، هدفهم فقط تخويف وترويع المرابطين فقط اخي الكريم، وتوتير الواقع حتى المكان بالقوه المستطيله. نعم، نعود لك هناء محاميد، كيف تبدو الصورة الآن لديك؟ ونحن تابعنا، قد دخلت مجموعة جديدة من المستوطنين إلى الأقصى قبل قليل، وهناك أيضا عملية اعتقال بشكل غير مبرر شاهدناها على الهواء لأحد الشباب، واستخدام للمفرقعات والغازات المسيلة للدموع في باحات المسجد الأقصى كما تابعنا. كيف تبدو الصورة لديك؟ نعم محمد، يعني خارج المسجد الأقصى الآن يعني هناك حالة من الهدوء الحذر إن صح التعبير يمكن أن نسميها، لأن قوات الاحتلال لا تزال تنتشر في محيط المسجد الأقصى طبعا، وتقوم باستفزاز الفلسطينيين هنا، إن كان من السكان الأهالي المقدسيين الذين يقطنون داخل البلدة القديمة، أو من المرابطين الذين تواجدوا يعني في عند الأبواب بعد منعهم من دخول المسجد الأقصى. بالنسبة لاقتحامات المستوطنين نتحدث عن 5 مجموعات حتى هذه اللحظة، 5 مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين التي دخلت واقتحمت المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة. هذه المجموعات تقوم بعملية الاقتحام الاستفزازي والاحتلالي من جهة باب المغاربة، وهو الباب الوحيد الذي تسيطر عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل، من حيث أنها تملك مفاتيح هذا الباب الذي يعني صادرته عمليا عام 67. وتقوم هذه المجموعات الاستيطانية بجولات استفزازية، وأيضا جولات تتخلل طقوس دينية تلمودية في داخل باحات المسجد الأقصى، مرورا من الباحة المقابلة للمسجد القبلي، وصولا إلى السور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك، وصولا عند باب الرحمة عمليا، ومن ثم بعد ذلك تقوم بالالتفاف والخروج من باب السلسلة. ولذلك نحن كصحفيين كنا نتواجد عند باب السلسلة منذ صباح هذا اليوم لنرصد هذه المجموعات الاستيطانية عند خروجها، بما أننا لا نستطيع أن ندخل بالكاميرات يعني الصحفية التقليدية إلى داخل باحات المسجد الأقصى، لأن قوات الاحتلال تقوم يعني وفقا لهذه الإجراءات المتبعة على حركة الصحفيين، لا يمكن لأي الآن من المقدسيين أو عموما من الفلسطينيين الدخول إلى المسجد الأقصى مع هذه الإجراءات الإسرائيلية، يستحيل هذا. هناك عدد من المصلين داخل المسجد الأقصى الذين دخلوا اعتكفوا إما في الليلة الماضية أو دخلوا عند صلاة الفجر. سلطات الاحتلال كانت قد منعت منهم دون 40 عاما عند صلاة الفجر من الدخول، وبالتالي منعت مئات وربما آلاف من الشبان الفلسطينيين المقدسيين من الدخول إلى المسجد الأقصى عند صلاة الفجر. ولذلك فإن الأعداد التي استطاع المقدسيون إدخالها من خلالهم عمليا إلى داخل المسجد الأقصى هي محدودة وسط هذه التقييدات العسكرية الإسرائيلية. وأذكر هنا محمد بأن سلطات الاحتلال كانت قد رفعت حالة التأهب إلى الدرجة القصوى خلال هذا الشهر، خلال فترة الأعياد اليهودية التي ستستمر حتى نهاية هذا الشهر، بدءا برأس السنة العبرية اليوم، مرورا بيوم الغفران الأسبوع المقبل، ووصولا إلى عيد العرش اليهودي أيضا خلال حتى نهاية هذا الشهر. إذن هذه يعني تعزيزات عسكرية تتجول طيلة الوقت في داخل البلدة القديمة، وتحاصر هذه المجموعة الصغيرة من المرابطات الفلسطينيات، عدد منهن هن مبعدات أساسا محمد، وهنالك العشرات من الفلسطينيين الذين يتم إبعادهم شهريا عن المسجد الأقصى المبارك بذريعة يعني ما يسمى بإخلالهم بالنظام والقيام بالشغب، رغم أن هؤلاء يقومون بالدخول إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه كأي مسلم، ومن حقهم طبعا الدخول إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه وقراءة القرآن والتعبد في كونهم يعني مسلمين، وهذا المسجد هو مسجد للمسلمين يعني كما تكفله حتى المواثيق الدولية التي يفترض أن تحافظ على ما يسمى بالوضع القائم. ما الذي يجري الآن؟ مجددا
اعتداء على الصحفيين مجددا، ويعني عملية دفع مجددة إذن بمجرد لماذا هنا هذه المرة قوات الاحتلال متشددة جدا، ويبدو أنها حتى منزعجة من الكاميرات الصحفية وتبعد الصحفيين بشكل عنيف. هي تبعد الفلسطينيين بشكل عنيف وتقوم بقتلهم وركلهم وكما نتابع الآن، لكن على الكبار والصغار والصحفيين وعلى الجميع، ونحن نتابع مباشرة مشاهدينا هذه الصور. أنا علقي لنا على هذه الصور رجاء. بالضبط محمد، يعني أنت تابعت، نعم يعني بالضبط هذا ما أريد أن أقوله، أنت تابعت والمشاهدين بشكل حي ومباشر، ببث حي ومباشر، ولاحظت ربما حالة الهدوء يعني النسبية التي كانت تسود هذا الشارع الذي تواجدنا فيه طريق الواد، وهذا ما افتتحت به رسالتي قبل دقائق عندما قلت أن هناك حالة هدوء. حيوان لا يوجد أي مبرر، لا يوجد أي مبرر لهذه الاعتداءات المتواصلة على المراقبين وعلى الصحفيين. للأسف هناك رداء في الصوت بسبب هذه الإجراءات من قبل قوات الاحتلال، ويبدو أن الزميلة هناء الحميد تعرضت إلى الدفع من قبل هذا الشرطي. هناء هل تسمعين الآن؟ للأسف ما زال الصوت غير واضح، لكن نتابع هذه الصور مباشرة مع هناء الحميد مراسلة الميادين من القدس المحتلة. محمد تسمعني الآن؟ نعم الآن نسمع بشكل أفضل، تفضلي. كذلك الأمر يعني في عمق الشاشة ربما أيضا الحجاج مسيحيين يمرون من هذا الطريق، طريق قاطع يصل إلى عدد من أبواب المسجد الأقصى المبارك، وأيضا هو يعني فيه عدة محطات من درب الآلام، وبالتالي هذا طريق مهم بالنسبة للمسيحيين وأيضا للمسلمين للفلسطينيين وكذلك لمن يأتي من خارج فلسطين المحتلة. هذه القوى العسكرية تقوم مجددا بإخراج عدد صغير يعني عدد قليل كما تشاهد محمد من المرابطات الفلسطينيات التي قمنا بترديد بعض التكبيرات والهتافات ليس أكثر من ذلك، وبعيدا عن باحات المسجد الأقصى نحن في خارج المسجد الأقصى، خارج الأسوار الداخلية للمسجد الأقصى، خارج بوابات الأقصى، نحن في البلدة القديمة، في أزقة البلدة القديمة الخارجية، لأنه يعني لا نستطيع أن نتقدم أكثر، حتى نحن كصحفيين لم نتمكن يعني من التقدم وحتى العودة إلى منطقة باب السلسلة وهو الباب الذي يخرج منه المستوطنون الإسرائيليون. الهدف محمد يعني إن اختصرنا كل هذا الكلام، ما هو الهدف من كل هذه العملية الهمجية الوحشية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق مواطنين عزل هنا في داخل البلدة القديمة في القدس؟ هو الاستفراد في المسجد الأقصى المبارك، وهذا ليس شعارا حقيقة، إنما هو بات واقع نرصده يوم بعد الآخر بهدف على ما يبدو بالفعل تنفيذ المخطط الأساسي وهو تقسيم المسجد الأقصى مكانيا وزمانيا. طيب هنا سنتابع معك هذه الصور مباشرة لحين إصلاح الصوت حتى نسمع بشكل أفضل. نعود للسيد أحمد الصفدي من داخل المسجد الأقصى.
سيد صفدي، كيف يبدو الوضع لديك، خصوصا ونحن تابعنا قبل قليل معك كيف قوات الاحتلال تقوم بالاعتداء على المرابطين ومحاولة إخراجهم بشكل فردي من خلال محاولات اعتقال أو استجواب وسحبهم خارج باحات المسجد الأقصى؟ كيف الآن تبدو الأوضاع بعد آخر جولة استفزازية للمستوطنين؟ للأسف يبدو أيضا فقدنا الصورة بالسيد الصفدي، لكن هو يسمعنا. تسمعنا الآن سيد أحمد؟ سامعك. سامع. تفضل تفضل. الأمور هادئة بعض الشيء في انتظار اقتحام مجموعات أخرى. الذي يزيد التوتر هو اقتحام مجموعات جديدة من المستوطنين، والآن هم ينتظروا إدخالهم أو يؤمنوا إدخالهم. ولكن أيضا هنالك محاصرة كما تشاهد للمرابطات، الذين موجودات آمنات يقرؤون القرآن الكريم كما تلاحظ. طلع كمية الاحتلال الذين يحاصرونهم كما يحاصروا المرابطين بشكل عام. الآن الأوضاع يعني يؤمن الاحتلال عدة مربعات قريبة من المسجد القبلي، قرب المسجد القبلي، حتى يدخل مجموعات أخرى من المستوطنين. فهو يريد أن يرضي أكبر عدد ممكن من المستوطنين ويرضي نوعية معينة من المستوطنين على رأسهم بن كبير وغيره الأكثر تطرفا، وذلك لتأمين أصوات انتخابية. إذن هي المعركة سياسية بامتياز، معركة دينية بامتياز، يريدون أن يغيروا الواقع والاستاتيكو في المسجد الأقصى المبارك. وأيضا حينما يعتدوا على الطرق المؤدية إلى المسجد الأقصى المبارك، هم ليس فقط يعتدوا على المسلمين، بل اعتدوا كما ذكرت زميلتنا الصحفية هناء محميد، يعتدون على المسيحيين الحجاج الوافدين إلى المسجد الأقصى المبارك. فهم يمارسون ترهيب ضد السياحة الوافدة المحلية والخارجية، وهذا يعكس بطبيعة الحال على الواقع الاقتصادي في مدينة القدس، ويخلق حالة تراجع اقتصادي لتجار المدينة الذين هم أيضا رأس حربة في الدفاع عن المسجد الأقصى وعن الوجود في المسجد الأقصى. إذن هي المعركة الشاملة. حينما يمارسوا هذا الترهيب هم يروعوا، يريدوا أن ينفروا السياحة ويبعدوها عن أبواب وطرقات البلدة القديمة، وأيضا يتواجدوا بكل هالكثافة العسكرية داخل المسجد الأقصى المبارك. ولكن كما قلت لك أن المقدسيين لا يخافوا من الترويع ومن ممارسات الاحتلال بهذه الطريقة، لأن المقدسيين مجربين وهم يدافعون عن المسجد دفاعا عقائديا وجوديا. فالمسجد يعني لنا كل حياتنا، ليس فقط الصلاة في المسجد الأقصى، بل طفولتنا في المسجد، رياضنا في المسجد، حياتنا في المسجد متنفذة. نعم سيد أحمد الصفدي، أنت باقي معنا، ونعود من جديد للزميلة هناء محاميد. وتابعنا قبل قليل معك هناء عندما اعتدت قوات الاحتلال على مجموعة من النسوة المرابطات، وأيضا تم الاعتداء على يعني أحد الشوارع وعلى المسيحيين، حتى يعني على المسلمين والمسيحيين. لكن بخصوص هذه المجموعة التي تحاول قوات الاحتلال مضايقتها وملاحقتها ودفعها إلى الخارج، هل يحاولن الدخول إلى المسجد الأقصى للمرابطة وتقوم قوات الاحتلال بمنعهن؟ محمد؟ نعم نعم هنا الآن نسمع، تفضلي. للأسف هناء لا نسمع بشكل جيد، كنا قد فقدنا الصوت مع هناء محاميد أثناء دفع قوات الاحتلال بشكل غير مبرر للإعلاميين والمواطنين على حد سواء، وأيضا تعرض أجهزة القنوات التي كانت تنقل هذا الحدث مباشرة إلى التدافع. فنعود من جديد إليك سيد أحمد الصفدي بخصوص ما كنت تتحدث به من جولات استفزازية يستعد لها المستوطنون في الساعات المقبلة، والحماية التي توفر لهم من قبل شرطة الاحتلال بشكل استفزازي. لكن هذا القمع، هذه الوحشية من قبل قوات الاحتلال المستخدمة سواء داخل باحات المسجد الأقصى بخصوص المرابطين، وأيضا خارج المسجد الأقصى بخصوص الفلسطينيين والجميع، هل هو مبرر؟ طبعا ماذا تقلق؟ غير مبرر أخي سامع.
الاعتداءات غير مبررة. الآن يؤمن مجموعة أخرى تدخل من باب المغاربة للمستوطنين، وأبقوا معنا سننقل لكم بشكل مباشر كيف هي الاستفزازات ووتيرة الاستفزازات تزداد. حينما يقوموا بإتاحة البوق والنفخ بالبوق بداية يوم الجمعة باب الرحمة، وأيضا أن تتيح المحكمة الإسرائيلية التي لا نؤمن بعدالتها السماح لهم بذلك، يعني هم يستخدموا الأدوات التي يعتبرونها شرعية لشرعنة اقتحاماتهم، ويستخدموا الكنيست ما يسمى الكنيست أعلى جسم برلماني صهيوني إسرائيلي من أجل شرعنة اقتحام المستوطنين. هذا يعكس بأن الحكومة متطرفة وبأن المستوطنين متطرفين من نفس المنبع، فلذلك هم يتيحوا لهم المكان بشكل أكبر. هم عينهم على الانتخابات، حمى الانتخابات القريبة وحمى الأعياد التي نحن بها الآن وأعياد بشهر 10. ما يحيط للمسجد الأقصى خطير جدا في هذه الأوقات، ويريدون أن يغيروا الواقع واستاتيكو في المسجد الأقصى المبارك وتحديدا حول باب الرحمة، ومن حيث تأمين اقتحام المستوطنين وممارستهم الصلوات التلمودية والانبطاح الملحمي وكل هالخزعبلات التي يقوموا بها من أجل إرضاء المستوطنين. الأمر خطير على المسجد الأقصى، والآن لاحظ كيف حاصروا من جديد المرابطين والمرابطات واستنفروا لتأمين اقتحام مجموعة جديدة تستعد الآن للدخول إلى المسجد الأقصى المبارك في هذه اللحظات. طبعا سيد يعني أحمد، هذه المجموعة تدخل بأسلحتها ويعني تقوم بحركات استفزازية للمرابطين، للتذكير فقط. الأسلحة شرعنوها في المحكمة ولكن لم ينفذوها، لا حاجة لهم للأسلحة لأن كل الأسلحة موجودة مع القوات الخاصة. لاحظ دجاجين بكل أنواع الأسلحة، أروات، كمرات، عصي، استرواقية، يعني يعتدون بكل قوة على المقدسيين، فهم يؤمنوا لهم الحماية والقوة والعربدة، فلماذا يستخدمون أسلحتهم؟ أخطر بكثير إذا استخدموا أسلحتهم، لأن هنالك مستوطنين متهورين ومستوطنين يمارسوا عنف، وهذا يؤدي إلى عنف أشد في المسجد الأقصى المبارك أخي الكريم إذا ما نفذ ذلك، وإذا ما استمروا في النفخ بالبوق وحمل الأعلام الإسرائيلية وممارسة الأمور الاستفزازية، حتى وصلت الأمور إلى إدخال الخمور إلى المسجد الأقصى لولا يقظة حراس المسجد الأقصى المبارك. إذن هم يحيكوا المكائد للمسجد الأقصى، نعم، ويريدون أن يحققوا يعني انتصارا مفتعلا بعد كل هذا. ابقى معنا سيد أحمد وسنبقى نتابع هذه الصور مباشرة من داخل المسجد الأقصى. نرحب الآن برئيس الهيئة الإسلامية أو الهيئة العليا الإسلامية بالقدس الشيخ عكرمة صبري. مرحبا بك معنا فضيلة الشيخ، وأنت تابعت والمشاهدون هذه الجولات الاستفزازية للمستوطنين، هذه الإجراءات القمعية من قبل قوات الاحتلال، هذا الاعتداء على المسلمين والمسيحيين، على النساء والرجال والصحفيين حتى من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. كيف تعلق على هذه الصور، وكيف تعلق تحديدا على ما يقوم به المستوطنون داخل باحات المسجد الأقصى؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الاستباحة متوقعة من قبل قوات الاحتلال في كل عيد من أعيادهم، ولكن في هذه المرة قمعوا الناس أكثر وأكثر لأنهم يريدون بذلك أن يفسحوا المجال للعربدة والتحدي والاستفزاز. نستطيع القول أن الآن الأقصى ساحة معركة وليس مسجد. نستطيع القول أيضا أن مدينة القدس سكنة عسكرية، وهذا يتعارض مع حرية العبادة ومع كل قوانين العالم والدولية. مع الأسف أن العالم العربي والإسلامي يتفرج على هذه الإجراءات وهذه الاستفزازات وهذا القمع دون حراك. نحن نعتبر أن ما يجري هو أمر خطير ومبيت له، وأن يريد الاحتلال أن يفرض سيادته على الأقصى ولكن بشكل تدريجي. نعم، يعني هذه ونحن نتابع هذه الصور مباشرة على الميادين، دخول مجموعة جديدة من المستوطنين إلى باحات الأقصى.
تبرر بأنه ما يقوم به الاحتلال بهذه الأثناء الاعتداء على الجميع بهذا الشكل الوحشي، هذه الإجراءات الأمنية المشددة جدا، هو يمهد لشيء كبير، يريد الاستحواذ على المسجد الأقصى. طيب ماذا عن المرابطين داخل المسجد الأقصى الذين يتعرضون في هذه اللحظات إلى مختلف أنواع الاستفزاز، وحتى البعض اعتقل على الهواء مباشرة من دون سبب، نحن تابعنا ذلك المشهد، واعتداء على النساء أيضا. نعم، اعتقل عدد من هؤلاء الشباب، وأيضا حوصر عدد من المصلين داخل الأقصى. كذلك ما يحصل عبر شاشات التلفاز يؤكد مدى العنجهية لدى المقتحمين ولدى العنف من قبل أولئك الشرطة. نحن نعتبر ما يجري أمر وشاب، ولا يمكن نحن أن نستسلم له. ما يقومون به هو قمع للناس حتى يرضوا اليمين المتطرف، كلما زاد قمعهم هم يعتبرون ذلك انتصار لهم وتأييد للجماعات اليهودية التي تدخل بشكل استفزازي وبرقصات وبتصرفات بهلوانية. نعم، يعني فضيلة الشيخ، في كل ليس في كل لكن في غالبية الجولات الاستفزازية التي شاهدناها خلال المرات السابقة، إلى حد معين والشرطة الإسرائيلية تحاول إيقاف المستوطنين من الاستفزاز أكثر، لكن هذه المرة يبدو الأمر مختلفا. الداخلية الإسرائيلية تدعوهم لحمل أسلحتهم داخل باحات الأقصى، هناك استعداد على صعيد الشرطة وعلى صعيد القوات التي توفر الحماية للمستوطنين للقيام بهذه الجولات الاستفزازية للنفخ بالبوق، وكأنه تريد يعني أقصى درجات الاستفزاز للفلسطينيين وللمرابطين. ماذا على أهل القدس وعموم الفلسطينيين في هذه اللحظات الحرجة، خصوصا وأنه المسجد الأقصى يعني نتيجة الإجراءات من الصعب الوصول إليه والمرابطة به في هذه الأثناء كما تابعنا طبعا قبل قليل؟ نعم نعم أخي الكريم، هذه المظاهر تؤكد أرجوهية الاحتلال، تؤكد النوايا المبيتة ضد المسجد الأقصى المبارك. لكن لا يمكن للاحتلال أن يكسب من نتيجة احتلاله ونتيجة غطرسته. نحن نعتبر هذه الإجراءات هي إجراءات باطلة، لن نستسلم لها مهما قام الاحتلال بالاعتقالات وباقتحامات الأقصى، لكن هذا أمر لا نستسلم له ولا نقر لأي إجراء يتخذه. نعم، نعم شيخ عكرمة، ونحن نتابع معك هذه الصور مباشرة من المسجد الأقصى. نعم، وأيضا الصور هي المعبرة أكثر، هي المعبرة أكثر شيء. وأنا كنت سأسألك هذا السؤال، يعني كيف تصف إرادة المرابطين في المسجد الأقصى خصوصا في هذه اللحظات؟ نثمن مواقفهم ونحييهم على ثباتهم وتصديهم للاحتلال. هم رمز المقاومة الشرعية التي تؤكد تمسكهم بالأقصى المبارك رغم هذا القمع ورغم قلة عددهم، إلا أنهم ثابتون ولن يستسلموا بمشيئة الله. نعم نعم، شكرا جزيلا لك الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة العليا الإسلامية، كنت معنا من القدس. نعود للزميلة هناء محاميد. هناء، إن كنت تسمعينا بشكل جيد الآن، كيف تبدو الأوضاع لديك، وأين ذهبت القوة التي كانت تلاحق المجموعة من النساء؟ هناء
للأسف هناء محميد لا تسمعنا، لكن نسمع في الأجواء العامة ما زالت يبدو التكبيرات وأصوات الفلسطينيين تتعالى من عند باب السلسلة أو قرب باب السلسلة بعدما قامت قوات الاحتلال بدفع الفلسطينيين من هناك وأبعدتهم عن المسجد الأقصى بالعودة إلى المسجد الأقصى من داخل باحاته. مع السيد أحمد الصفدي. سيد أحمد، هل تسمعنا بشكل جيد؟ نعم نعم أسمعكم جيدا. بعد أن دخلت آخر مجموعة من المستوطنين وأيضا تابعنا الإجراءات التي اتخذتها قوات الاحتلال لتوفير الحماية لهم، هل هم فعلا يعني معرضون للخطر أم هذه كلها في إطار الاستفزاز؟ بروباغندا إعلامية ودعاية لهم وتأمين للمستوطنين وإتاحة الحيز والمكان ألا هو المسجد الأقصى المبارك بالقوة حتى يردوا المستوطنين. يعني أنتم شاهدتم في ظل اقتحام المجموعة قبل قليل حاصروا المرابطات، ولغاية اللحظة شاهد كيف يحاصروا المرابطات الآمنات الذين فقط يقرأن القرآن الكريم كما تلاحظ. محاصرات دائما، المرابطات والمرابطين محاصرين في ظل أن يتيحوا المكان لعربدة المستوطنين بشكل كلي. لاحظ كمية مخابرات الاحتلال وشرطة الاحتلال من ناحية العدد وأنهم مؤججين بالسلاح، ما في داعي يستخدموا العنف لأن المقدسيين لم يمارسوا عنفا، فقط يهتفون يعبرون بصوتهم بحناجرهم أنهم يرفضون هذه الاقتحامات بقوة السلاح والاعتداء على المسجد الأقصى لأن لا حق لهم فيه، هو خالص للمسلمين وخالص للفلسطينيين والعرب. فإذا لماذا هم يدخلون ويقتحمون ويستخدمون كل هذه القوة؟ فقط للدعاية والترويع وحتى يطبقوا قرارات للأسف محكمة الاحتلال والحكومة الإسرائيلية والبرلمان ما يسمى كنيسة الاحتلال الذي يوفر لهم السماح باقتحام المسجد الأقصى، استخدام البوغ والصلوات التلمودية في محاولة فرض كما تفضلت حضرتك التقسيم الزماني والمكاني وكل هذه الممارسات لتغيير الواقع. ولكن المقدسيين يرسلوا رسائل تحدي رغم كل الحصار والانتهاكات المركبة، فأنت ترى المقدسيين والمقدسيات والمسلمين الوافدين من شمال فلسطين يتحالفون للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك رغم كل الانتهاكات المركبة من سحب هويات، من إبعادات تصل إلى 6 شهور وتتجدد، من منع الوصول إلى المسجد الأقصى، من دفع الصحفيين والاعتداء على الوافدين الذين يريدون أن يلتحقوا بالمرابطين ولكن الاحتلال لم يسمح لهم بذلك. إذا الانتهاكات مركبة واعتقالات وإبعادات في ظل اقتحام المجموعة السابقة أيضا أبعد شاب آخر. إذا هنالك إبعادات على المسجد الأقصى. في هذه اللحظات هناك إبعاد لشاب آخر أيضا؟ قبل قليل، نعم قبل قليل حينما اقتحمت المجموعة أبعدوا شابا آخر عن المسجد الأقصى. هم ينطقوا بعد الشباب تحت أي اعتبارات لا نعلم، ولكن شباب آمنين جالسين في المسجد لا يقومون بشيء، فقط جالسين في المسجد الأقصى يقومون بإبعادهم. وحتى الشاب الأول الذي كان جالسا واعتقلته هذه القوات أيضا ذلك تزامن مع دخول مجموعة من المستوطنين، يعني وكأنه يبدو الوضع تهدأ الأوضاع لكن عندما تدخل مجموعة من المستوطنين تكون هناك استفزازات ويكون هناك إبعاد عن طريق الاعتقال. 100% يعني ينقضون على المصلين حتى يبعدونهم وحتى لا يهتفوا، لا يريدوا أن يوصلوا صورة إعلامية بأن في ممانعة وفي تحدي مقدسي وفي مقاومة فلسطينية ولو بالصوت ولو بالحنجرة ولو بالتواجد. يعني رسالة سيد أحمد رسالة آسف على المقاطعة، لكن يعني نحن تابعنا قبل لحظات مباشرة هناك إطلاق لقنابل مسيلة للدموع يبدو أنها من المسجد القبلي، هل صحيح هذا؟ هل هناك إطلاق قنابل مسيلة للدموع وغازات؟ يطلق الشباب فرقعات بعض الأحيان ويطلق فعلا هو في غاز ولكن مش مسلل الدموع. هذه دخان دخان مفرقعات لأنه لا نشم. نعم نعم أخي الكريم. نعم بالضبط هيك، وهم يلقوا كمان بالقنابل، شاهدت أنت في كاميرا الميادين كيف القنابل الصوتية تجاه المصلين الآمنين دائما. للأسف فقدنا الصورة مع أحمد الصفدي، نعود لك هناء محاميد، هل تسمعين الآن بشكل جيد هناء؟ نعم محمد أسمعك، تسمعني؟ نعم الآن نسمع ويعني نتابع الآن بهذه اللحظات مجموعة من السياح يبدو من المسيحيين وأيضا قد تعرضوا للمضايقة وللدفع من قبل قوات الاحتلال قبل قليل.
نعم، يعني هناك عدد من المجموعات السياحية طبعا التي تكون في مثل هذه الأوقات في داخل هذه المنطقة تحديدا درب الآلام، وتمر على عدد من الكنائس الموجودة في هذا الدرب وصولا إلى كنيسة القيامة. وهذا الدرب يتقاطع مع طريق الواد، وهو الطريق وهي الطريق المؤدية إلى ساحة البراق، وبالتالي يسلكها المستوطنون الإسرائيليون من أجل أن يصلوا في ما باتوا يطلقون عليه التسمية الإسرائيلية، التي يعني هي شكل من أشكال الاحتلال وطمس المعالم العربية الإسلامية والفلسطينية في مدينة القدس، ويطلقون عليه تسمية ساحة حائط المبكى وحائط المبكى. ونتحدث عن السور الغربي للمسجد الأقصى المبارك طبعا، وسط تواجد عسكري طيلة الوقت لقوات الاحتلال الإسرائيلي. محمد، سنحاول أن نعود أدراجنا إلى منطقة باب السلسلة، هناك يمكننا أن نرصد المجموعات الاستيطانية التي تخرج من داخل باحات المسجد الأقصى. ولكن كما تشاهد يعني هذه يعني إحدى المجموعات التي تسير في طريق الواد، العائلات اليهودية الاستيطانية التي تسير في طريق الواد كما يبدو بعد أن خرجت من ساحة البراق. طبعا هذا العيد عيد رأس السنة يتواصل حتى يوم غد محمد، ولكن الأعياد اليهودية ستتواصل بشكل عام حتى نهاية الشهر، وبالتالي كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت رفع الجهوزية حتى أقصى درجة الجهوزية العسكرية، ودفعت بكتيبتين إضافيتين من حرس الحدود إلى داخل الضفة الغربية، شمال الضفة الغربية منطقة جنين ونابلس، وأيضا إلى منطقة الخليل في جنوب الضفة الغربية، وسط أيضا تصاعد وارتفاع عمليات المقاومة الفلسطينية والاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عندما تقوم باقتحام البلدات والقرى والمدن الفلسطينية داخل الضفة الغربية، والقيام بعمليات دهم واعتقال للشبان الفلسطينيين، إضافة إلى طبعا عمليات إطلاق النار وعمليات الدهس والطعن التي يقوم بها يعني قام بها الفلسطينيون خلال الفترة الأخيرة. هناء، وأنت الآن تتجهين إلى حيث كنت في باب السلسلة، وقامت قوات الاحتلال بإخراج الجميع من هناك. الآن يعني من خلال الصورة تبدو الأوضاع طبيعية، أليس كذلك؟ ألا توجد هناك حواجز مضايقات من قبل قوات الشرطة الإسرائيلية القوات المحتلة في هذا الشارع تحديدا؟ فقط دعني أنوه قبل ذلك محمد أن الصورة والصوت قد يتقطعان قليلا لأننا نمر داخل أزقة البلدة القديمة وبعض الأزقة مسقوف، ولكن بالنسبة لي يعني أولا التواجد الشرطي والعسكري لقوات الاحتلال كما تشاهد في عمق الصورة طيلة الوقت، يعني هنالك تواجد لقوات الاحتلال، عمليات يعني تمشيط وتجول في أزقة البلدة القديمة تحديدا في محيط المسجد الأقصى، والحواجز العسكرية يتم نصبها تحديدا عند المداخل المؤدية للمسجد الأقصى وبوابات المسجد الأقصى. بعد قليل نصل إلى باب المجلس، وهو أحد الأبواب الرئيسية التي يسلكها الفلسطينيون ليدخلوا المسجد الأقصى، وهذا الباب كما ستشاهد محمد بعد دقائق عندما نصل هنالك حاجز عسكري طيلة الوقت موجود عند هذا الباب. نعم. إذن يعني هذه قوة عسكرية أخرى محمد تتمركز هنا عند باب المجلس. هذا محمد الحاجز العسكري عند باب المجلس الذي أيضا يمنع من الدخول الحر للفلسطينيين المصلين. نتحدث هنا عن مصلين يريدون الدخول إلى داخل المسجد الأقصى من أجل أداء الصلاة والتعبد ويعني المكوث في داخل المسجد، قراءة القرآن وغير ذلك، وبالتالي هذا الحاجز هو أحد الحواجز العسكرية التي تمنع دخول الفلسطينيين بشكل حر من أجل الوصول إلى المسجد الأقصى. نتابع طريقنا إلى داخل يعني في عمق البلدة القديمة، نحن نسلك طريق الواد، سنحاول أن نصل كي نرصد خروج المستوطنين من هناك.
يعطيك العافية حجة، كيف حالك؟ شو وضعكم اليوم في في والله الوضع والله الوضع صعب صعب والله. المستوطنين نادين يخشوا على الأقصى وعلى الحرم، والله الوضع والله ما مش مزبوط. حسبي الله ونعم الوكيل، بس الله بيحميه من فوق الأقصى والقدس والأقصى والصخرة، الله يحميهم يا رب من اليهود الدنس والصخرة. هذا إيش جديد حجي هون؟ هذا دائما دائما كل يوم هيك، كل يوم هيك بيروحوا بيطلعوا بخشوا الأقصى وبيطلعوا عادي كل يوم عندهم بين الله. شو المطلوب برأيك أنت يعني الآن؟ تستطيعين توجيه رسالة إلى المشاهدين العرب عبر قناة الميادين؟ كل الدول العربية توقف معنا، إحنا ما فيش معنا إلا الله، لازم كل الدول توقف، كل جميع الدول المسلمين كلياتهم في الشتات وبالهذا لازم وقفوا معنا، لأنه إحنا لحالنا والله. الأقصى يا عمي والله بده حدا، بده رجال، بده رجال. الأقصى يا عمي الأقصى في خطر، الأقصى في خطر، الأقصى في خطر يا عمي، من اليهود دنسوه يا عمي. أين الله حبيبتي؟ أين؟ شو بعني لك الأقصى حجة؟ الأقصى كل حياتنا، إذا الأقصى راح انتهينا. هاي واقف بتطلع علي بسمع إيش بحكي. الشرطة هاي وراك وبسمع إيش بقول. الأقصى دنسوه، الأقصى خربوه، هن عن قرونا كم قورين. شكرا لك حجة، الله 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 يخليك حبيبي. الله الله يخليها. نعم هناء، ونحن نتابع معك نبض أهالي القدس وصرخاتهم وحجم يعني المضايقة من قبل المستوطنين وحتى شرطة الاحتلال للمقدسيين في هذه الأزقة، وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي بحق المقدسيين خصوصا خلال هذه الفترة. نتابعها مباشرة مع الزميل هناء محاميد التي تتجول وتحاول نقل الواقع كما هو في يعني عند أسوار المسجد الأقصى أو بالقرب من المسجد الأقصى، وعلى الجهة الأخرى أيضا نتابع الواقع من داخل باحات المسجد الأقصى وعمليات الاعتقال والإبعاد والمضايقات والجولات الاستفزازية التي يقوم بها المستوطنون بحماية شرطة الاحتلال داخل باحات الأقصى. ومعنا أيضا من هناك نذكر أحمد الصفدي عضو هيئة العمل الأهلي والوطني من داخل المسجد الأقصى. سيد أحمد، هل تسمعنا بوضوح؟ أسمعك تفضل. أعداد كبيرة من المستوطنين تقتحم الأقصى بين حين وآخر، ربما أعداد أخرى في الساعات المقبلة، ومنذ السابعة صباحا وبدأت الاقتحامات بشكل استفزازي من قبل المستوطنين وهي مستمرة للأسف. هل هناك معطيات أخرى؟ هل هناك يعني معلومات جديدة؟ بعض المعطيات تقول أنه شرطة الاحتلال اعتلت مأذنة من جهة باب المغاربة في محاولة الاستفزازية أيضا. المأذنة هذه دائما موجودين على السطح المقابل لباب السلسلة، ولكن الآن يحاول المحاصرين المرابطين الشباب داخل المسجد القبلي أن يقاوموا ولو قليلا، وبالتالي هنالك رصد من قبل الاحتلال كما تشاهد، والمقدسيين يحاول أن يفتحوا البوابات ويقاوموا لو بالحجر وبكل شيء متاح كما تلاحظ. يعني يقاومون فقط ليفتح الأبواب؟ نعم صحيح، يحاولوا يفتح الأبواب للمشاركة في عملية الرباط في المسجد الأقصى ليساندوا إخوانهم وحتى يكون هنالك عدد. المعركة هي بشرية بامتياز، معركة على العدد، وكل معارك القدس هي بشرية. حينما ينخرط المقدسيين وأبناء الداخل الفلسطيني بالدفاع عن المسجد الأقصى يكون الوضع أفضل. هذا ما شهدناه في كل معارك القدس، في البوابات الإلكترونية، في سيف القدس، في معركة الشيخ جراح ورمضان المبارك السابق والذي قبله ومعركة باب الرحمة. الآن الاحتلال يحاول أن يخلق كثافة عددية من المستوطنين ومن شرطة الاحتلال حتى يخلق عدم توازن في الدفاع عن المسجد الأقصى. يعني لاحظ أن العدد الشرطي أكبر بكثير من عدد المتواجدين، وحتى هناك متابعة استخباراتية دائمة للأحداث في المسجد الأقصى المبارك. لاحظ يعني قوات الاحتلال ومخابراته متواجدة بشكل دائم بعيدة قليلا عن المسجد القبلي، ولكن متابعة وتتخذ هي القرارات بنفسها
أجهزة الأمن الاحتلالية، وهذا تأكيدا على أن الموضوع الاقتحام سياسي أمني بامتياز، وهذا الاقتحام تطبيقا لقرارات محكمة الاحتلال وما يسمى كنيسة الاحتلال، وإعطاء الضوء الأخضر للمستوطنين للاقتحام كما يريدون، وممارسة الشعائر الصلوات التلمودية والانبطاح الملحمي وكل الاستفزازات التي يمارسونها. ولكن اتخذوا قرارا مؤخرا خطير كما ذكرت حضرتك، هو النفخ بالبوق، فإذا مورس فضلا عن رفع الإعلام في مسيرة الإعلام السابقة وفي ما يسمى خراب الهيكل، الأمر يشكل خطيرة أكبر على المسجد الأقصى المبارك. الآن طيب، المقدسين يهتفون، المرابطين يهتفون في المسجد الأقصى المبارك. نتابع هذه الهتافات وهذه الصور مباشرة وحول مجموع ما تفضلت به يعني ممكن من استفزازات. ممكن نأخذ مدير المسجد الأقصى موجود، سيدفع المسلمين، لاحظ يدفع المسلمين، حتى المسلمين الآمنين يدفعهم في وجود مدير المسجد الأقصى المبارك. ها هو مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ. تفضل الشيخ احكي مع الميادين. ممنوع، ممنوع يحكي، ممنوع. مش مشكلة قوات الاحتلال تمنع مدير المسجد الأقصى من الحديث. طيب سنعود لك أحمد ونتابع هذه الصور مباشرة، ونرحب بالقيادي في حركة الجهاد الإسلامي، هو معنا من غزة، السيد محمد شلح. مرحبا بك معنا على الميادين في هذه التغطية المباشرة لما تشهده باحات الأقصى وهذا الاعتداء المتكرر على المرابطين بهذا الشكل الوحشي، وهذه الجولات الاستفزازية والطقوس الاستفزازية من قبل المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال، كيف تعلقون سيدي على ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع مشاهدي قناتكم الغراء. نحن نتابع عن كثب ما يجري في ساحات المسجد الأقصى بكل ألم وحذر لما يحدث. هذه هي طبيعة هذا العدو الصهيوني الهمجية، وهي طبيعة الغدر بالدرجة الأولى، واستغلال هذه الحالة من الركود في الوطن العربي والإسلامي وعدم إغاثة المسجد الأقصى لتنفيذ كل أحلامه وكل خزعبلاته من الصلوات التلمودية والانبطاح الملحمي والنفخ بالبوق كما فعل في مقبرة الرحمة قبل أيام. العدو الصهيوني مصمم في هذه الظروف، ظروف الضعف العربي والإسلامي المهين، أن يستمر بالهجوم على المسجد الأقصى حتى يؤسس لتوقيت زماني ومكاني كما فعل في الحرم الإبراهيمي، ويريد أن يثبت أيضا نظريته وروايته بوضع الهيكل المبدئي أو الهيكل المصطنع الذي يدعون بأن لهم في هذا المكان هيكلهم المزعوم ويريدون إقامته. لكن هذه الطقوس الدينية التي يقومون بها في هذه الأيام وبمناسبة أعيادهم هي بداية المصيبة للمسجد الأقصى وللشعب الفلسطيني، أنهم سيكرسون هذه الخطوات ويعتبرونها بمثابة حجر الزاوية وحجر الأساس للهيكل المزعوم. نحن نراقب عن كثب، وفي حال تشاور مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لكيفية التعامل مع هذه الجريمة، والساعات القادمة ستكون حساسة بالنسبة لنا كفصائل المقاومة وللشعب الفلسطيني كله. أهل القدس هم الذين يقاومون ويتحدون ويتصدون بصدورهم العارية لهذه القطعان من المستوطنين، وهم بالمناسبة مدججون بجيش الاحتلال. طيب وأجهزته. سيد شلح أعتذر على المقاطعة، ابقى معنا أرجوك، سنعود لك، واسمح لنا بالانتقال لهناء محاميد لنفهم ما الذي يجري. هناء تفضل. بكرة في مشمش بالراح. نعم، هذا احد المرابطين الذي خرج الان من باب القطنين، احد ابواب المسجد الاقصى. عمي انت طالع معصب من جوا المسجد الاقصى، نعم. لماذا؟ لان الاقصى حزين، ما في شيء، يعني في الشرطه الصهاينه اكثر من المرابطين. كل التحيه لاخواتي النساء هذول المرابطات. وين النفير؟ دعوا امبارح للنفير، وين؟ مع احترامي لاخواني من كره 48 فلسطينيين كلهم، هيما منعوهم يدخلوا.
طب وليش احنا يحقنا الحرية التامة ندخل على الأقصى نصلي؟ احنا مش إرهابيين، احنا المسجد مسجدنا، احنا بنحترم جسمه. بس إسرائيل اللي تفكر انها تقسم الأقصى بكرة في المشمش سنحمل مسجد الأقصى، احنا فلسطين صدورنا العارية بإذن الله. لبيك يا أقصى، وأكون أصحابين الكراسي والمناصب هذول. خليني أحكي يا زلمة، خليني أحكي. كفى الطعن في بعضكم وتخوين بعضكم. الأقصى يناديكم، يناديكم، يناديكم. تتبعوش الدولارات، تتبعوش المصاري، انتم بعتوا الدين وبعتوا الأقصى. بوجه ندائي إلى قطر والبحرين وعمان والسودان اللي طبع علاقتها مع والمغرب، ما شاء الله المغرب. وشو تقول لرب العالمين بكرة؟ أمرنا على الأقصى؟ يؤلمك، يؤلمك يا حج بأن هناك دول عربية طبعت علانية مع الاحتلال الإسرائيلي وأبرمت معه الاتفاقيات التي تطعن بالقضية الفلسطينية وبحقوق الشعب الفلسطيني. أختي هذه مؤامرة على فلسطين، مؤامرة على مقدسات اسمه. طبعا طبعا أختي، هذول متأمرين مع الصهاينة. هذول الدول العربية أجندة إقليمية طابور خامس تأمرين على فلسطين. يعني شو بدك؟ الوعد بالفور المشؤوم كان دولة الإسرائيل، وكانت احنا بنطالب في قيام دولة على حدود 67، وهم بحاولوا مش راضيين لأن إسرائيل فوق القانون الدولي ما شاء الله ولا واحد. إما نحن بقول عننا احنا مش إرهابيين، احنا مسلمين، والأقصى خط أحمر. وبقول للدول العربية الويل لكم من جنين في بطن إما سيحاسبكم. واللي اتخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وإحنا قوتنا الفلسطينية إيماننا بالله سنكون كالبنيان المرصوص لحماس. أنا حزين الأقصى فاضي، فيش حدا، حزين حزين. يعني الشكر للأتراك الموجودين المسلمين، يعني الأتراك الموجودين برضه وقفوا معانا في الأقصى. أنا لولا السكر معي بطلعش من الأقصى، بدي أروح أخذ الحبوب أنا. بس حسبنا الله ونعم الوكيل. والأقصى يا شباب، يا شباب، خطية في عناقكم المسجد الأقصى، الخطية بحروا على الوجوه، بحروا على الوجوه الصهاينة. قال عرب، شرطة عرب هذول، واقفين يمنعون عن الأقصى. محمد، السلام عليكم، أنا معي سكري. محمد، يعني هذا الحاج تحدث عن أن المسجد الأقصى فارغ من الشبان الفلسطينيين، ما السبب في ذلك؟ إن يعني أدرنا عدسة الكاميرا، من خلف الكاميرا عدد من الشبان الفلسطينيين الذين منعتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي من الدخول هذا الصباح إلى المسجد الأقصى، ونستمع ربما إلى أحد الشبان الفلسطينيين. يسعد صباحكم، معلش بس تحكونا سريعا شو اللي صار معكم؟ هل حاولتوا تدخلوا على المسجد الأقصى اليوم؟ أنا من الساعة 2:30 طالع من البيت، وصلت هون فجرا، وصلت لهون 3:45. من 3:45 كل أبواب البلد القديمة وكل أبواب الأقصى جربنا نفوت منها، ولا باب بخلوك تفوتي. فيش ولا أي إمكانية إنه حدا يقدر يصل على الأقصى. ليش طيب؟ بدهن يمنعوا المرابطين يتواجدوا بالأقصى، بدهن يمنعوا وجود أي حدا عشان يقدروا يعملوا الاقتحامات اللي بدهن يعملوها. وهيك عاملين حساب من لهالي شيء. من وين حضرتك جاي؟ من الشمال، من عربة البطوف. إذن يعني أنت قادم من أقصى الشمال تقريبا، من الجليل الأعلى. محمد، فقط لنوضح الصورة، يعني نحن نتواجد عند باب القطانين وهو أحد أبواب المسجد الأقصى. للوهلة الأولى يبدو أن الباب مفتوح أمام حركة الفلسطينيين. طبعا يعني في عمق الصورة لا أدري إن كنتم تستطيعون ملاحظة ذلك، ولكن الآن عبرت إحدى المجموعات الاستيطانية خلال جولتها في المسجد الأقصى. الباب يبدو مفتوحا أمام حركة الفلسطينيين، ولكن في الواقع من يستطيع الدخول هم قلة قليلة، الشيوخ، كبار العمر، السن، النساء، عدد من النساء وليس كل النساء. وبالتالي يعني حتى لو لم يكن هنالك حاجز واضح يقفل الباب، هناك تحديد وتقييد للحركة. يعطيك العافية عم. حضرتك من سكان البلد القديمة في القدس. نعم. كيف يمر عليكم مثل هذا اليوم وهو ليس يعني بالجديد حقيقة في مشهد؟ السلام على رسول الله. يعني يمر علينا هذا اليوم يوم صعب. أنا أتألم عندما أدخل حقيقة وراء شبان المسلمين من خلفي لا يدخلون. هذا شيء صعب جدا. يعني هذا أنا بقول وسمة عار على الأمة الإسلامية وعلى السلطة الفلسطينية لأن تحرك ساكن. لذلك أنا أتمنى يعني أنه يتغير هذا الحال. ونحن نقول للاحتلال أننا سنبقى مرابطين إن شاء الله، صامدين في أقصانا، لن نتزحزح مهما كان الثمن، صامدين بمشيئة الله في المسجد الأقصى، وسندافع عن المسجد الأقصى كل ما نملك. نعم. لأنه الأقصى هو عنواننا
وأقول للأمة الإسلامية أن الأقصى ليس للمقدسيين إنما هو للأمة الإسلامية، لذلك وجود الأقصى هو تاريخنا وحضرتنا، لا وجود لنا بدون المسجد الأقصى. أشكرك أشكرك محمد. سنتابع يعني نعم المسير باتجاه باب القطنين، سنتابع معك هناك عدد يعني الصور مباشرة، لكن نعم. نريد الآن العودة إلى ضيفنا معنا من غزة وهو القيادي في الجهاد الإسلامي السيد محمد شلح لأخذ موقفه حول الرسالة التي نقلتها عن المسن الفلسطيني الذي وجه رسالة إلى الشباب الفلسطيني ووجه رسالة حتى إلى العرب الذين طبعوا مع الاحتلال الإسرائيلي، واليوم الاحتلال يتمادى على المقدسات الإسلامية والمسيحية وكأنه يستقوي ببعض اتفاقات التطبيع أو بعض الانجرار الرسمي العربي وراء السياسة الإسرائيلية. كيف تعلق على ما قاله المسن الفلسطيني سيد محمد شلح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى لك ولجميع المشاهدين، ما سمعته وشاهدته على تلفازكم هو صورة حقيقية من الوضع المزري والمخزي لهذه الأمة، الأمة التي ضحكت بنعارها الأمم عندما يستباح مسجدها الأقصى في وضح النهار هكذا، لم يتحرك ساكنا من أي عاصمة عربية ولا إسلامية، وللأسف الشديد ما زال أبناء شعبنا يراهنون على بعض الدول هنا وهناك وخاصة من الدول العربية التي طبعت مع العدو الصهيوني الأخ يستصرخ المغرب، ونحن أمضينا وقتا طويلا ونحن صدقنا بأن ملك المغرب كان رئيس ملف القدس، حتى فوجئنا قبل عام لأن ملك المغرب هو الذي باع المسجد الأقصى بأبخس الأثمان، ولحق به العديد من هؤلاء الحكام الأقزام الذين انبطحوا للعدو الصهيوني وأعلنوها جهارا نهارا أنهم إلى جانب العدو الصهيوني ضد قضية فلسطين وضد قضية الأمة المركزية. أنا أقول لك أخي الكريم باختصار، الشعب الفلسطيني إلى المسجد الأقصى وليس ضعيفا ولا جبانا، ولكن الجيش الاحتلال هذه الدولة الكيان كله مدجج بالسلاح وبجميع أجهزة الأمنية يحاصر المسجد ويمنع الرجال والنساء ولا يبالي بضرب الكبير والصغير وحتى المرضى وانتقالهم، لذلك هذا لا يعني حقيقة يحتاج إلى تحرك شعبي واسع كبير، يجب علينا أن ننفض نحن كل هذا الغبار الذي يحيط بنا كفصائل فلسطينية، لأن معركة القدس ستفرض على الجميع في النهاية، وسنراقب أيضا هذه التطورات. نعتذر على المقاطعة، شكرا جزيلا لك القيادي في الجهاد الإسلامي السيد محمد شلح، كنت معنا عبر الهاتف من غزة. الدقيقة الأخيرة ستكون معك، أنا حاولت الدخول من البوابة ومنعت، أليس كذلك؟ هذا ما شاهدناه على الشاشة. لا محمد، يعني أنا لم أحاول الدخول من البوابة لأني أيضا لا أرتدي اللباس الملائم لدخولي إلى داخل المسجد الأقصى، ولكن وصلنا إلى باب القطنين، هناك كما لاحظتم بالتأكيد كان عدد من الشبان وأيضا إحدى الشابات الذين حاولوا أن يدخلوا بالفعل عبر باب القطنين، ولكن يعني قوات الشرطة تمنعهم حتى هذه الدقيقة من أن يصلوا إلى المسجد الأقصى، ويعني هذا مثال بسيط طبعا على عمليات تقييد حركة المصلين الفلسطينيين ودخولهم إلى المسجد الأقصى فيما تتواصل عمليات اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى. شكرا جزيلا لك هناء محميد مراسلة الميادين في القدس المحتلة، كذلك شكرا لأحمد الصفدي عضو هيئة العمل الأهلي والوطني كان معنا من داخل المسجد الأقصى. مشاهدينا هذه التغطية انتهت، شكرا جزيلا للمتابعة، في أمان الله.